بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية، فهيا بنا. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالأهداف التالية: أولا، أن يبين مفهوم التوكل على الله عز وجل، أن يستنتج العلاقة بين التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، أن يفرق بين التوكل والتواكل، وأخيرا أن يبين أثر التوكل في بناء شخصية المسلم. أبنائي الرائعون، قبل أن نبدأ مراجعتنا، تعالوا بنا لنستذكر أهم ما جاء في درس التوكل على الله عز وجل من مفردات وأفكار. قلنا أن التوكل على الله تعالى هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولقد جعله الله تعالى شرطا للإيمان، لأنه من أعظم الدرجات التي تقود إلى القيام بالأعمال الصالحة. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. ذكرنا أيضا أحبتي مفهوم التوكل على الله عز وجل، وأن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، صدق الله العظيم. ولقد كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له ناقة، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ونذكر أحبتي بحقيقة التوكل على الله عز وجل، أنها تكون بالثقة بأن الله تعالى هو جالب المصالح ودافع المضار. كذلك أحبتي، بينا العلاقة بين التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، وقلنا أن التوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، فلا بد للمسلم أن يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل ليصل إلى حقيقة التوكل. وأما الأمر الآخر أحبتي، فلقد فرقنا بين التوكل والتواكل، وقلنا بأن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، أما التواكل فهو التوقف عن العمل وترك الأخذ بالأسباب في انتظار حصول ما يريده دون بذل أي جهد. كذلك أحبتي، عددنا فضائل التوكل على الله عز وجل، وقلنا إن للتوكل على الله تعالى فضائل وثمرات عدة. منها أولاً، أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالتوكل عليه سبحانه. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. كذلك أن الله تعالى يكفي المتوكل من كل هم وضيق. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. وأما ثالثا، فهو أن التوكل يستوجب حب الله تعالى. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأما أخيرا، فهو سبب من أسباب النجاة والفلاح والفوز بالجنة بغير حساب. كذلك أحبتي، بينا مواقف من قصص الأنبياء عليهم السلام في التوكل على الله عز وجل، وقلنا بأن للمسلم في قصص الأنبياء خير نموذج في التوكل على الله تعالى، فقد جعلوا التوكل سلاحا يستخدم في دعوة الناس، وفي كل مصيبة نزلت بهم، وعند محاربة الأعداء وأهل المكائد لهم. ومن هؤلاء المواقف، عندما وقف المشركون بباب الغار يوم الهجرة يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم:
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كذلك عندما اجتمع الأحزاب للهجوم على المدينة المنورة خذلهم الله تعالى بتوكل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وأما أخيرا أحبتي، فقد بينا أثر التوكل في بناء شخصية المسلم، وقلنا إن التوكل على الله تعالى بالمنهج الصحيح يعطي نتائج وآثارا إيجابية تسهم في بناء شخصية المسلم المتوازنة. ومن أبرز هذه الآثار الطمأنينة والسكينة، وكذلك الإيجابية والإنتاج. والآن لنبدأ مراجعتنا من خلال فقرة الأسئلة الموضوعية لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية، فهيا بنا. والآن مع السؤال الأول أحبتي من الأسئلة الموضوعية: لقد جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان، وهذا دلالة على أنه من أعظم الدرجات التي تقود إلى القيام بالأعمال الصالحة، أم أن له أثر قليل على إيمان الفرد، أم أنه وسيلة للتمييز بين العادة والعبادة، أم أنه لا أثر له على إيمان الفرد؟ أي الإجابة هي الصحيحة أحبتي؟ أحسنتم، لقد جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان، وهذا دلالة على أنه من أعظم الدرجات التي تقود إلى القيام بالأعمال الصالحة. السؤال الثاني من الأسئلة الموضوعية: حقيقة التوكل على الله تعالى هي الاعتماد على جهد الإنسان في جلب المصالح، أم الثقة بأن الله تعالى هو جالب المصالح ودافع المضار، أم أن الاعتماد على الأسباب وحدها دون الله تعالى، أم ترك الأسباب مع الاعتماد على الله تعالى؟ أي الإجابة هي الصحيحة أحبتي؟ أحسنتم، إذن حقيقة التوكل على الله تعالى هي الثقة بأن الله تعالى هو جالب المصالح ودافع المضار. وصلنا أحبتي إلى السؤال الثالث من الأسئلة الموضوعية: التوكل على الله تعالى عبادة تدعو إلى ترك الجهد والعمل، الاعتماد على الأسباب والمسببات، الاكتفاء بدعاء الخالق فقط، الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب؟ أين الإجابة الصحيحة أحبتي؟ نعم، التوكل على الله تعالى عبادة تدعو إلى الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. لنبدأ الآن في مراجعة عامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية من خلال فقرة الأسئلة المقالية، فهيا بنا. السؤال الأول: عرف المقصود بمفهوم التوكل على الله تعالى. هيا أبنائي بارك الله فيكم. نعم، هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب. السؤال الثاني: دلل على مفهوم التوكل على الله عز وجل. أحسنتم، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، صدق الله العظيم. ومع السؤال الثالث: ما هي حقيقة التوكل على الله تعالى؟ أي يا أبنائي، نعم، هي الثقة بأن الله تعالى هو جالب المصالح ودافع المضار. وأما السؤال الرابع: ما العلاقة بين التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب؟ نعم، التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فلا بد من الجمع بينهما، فالاعتماد على الأسباب وحدها شرك بالله تعالى، وكذلك الاعتماد على الله تعالى فقط هو معصية، فلا بد للمسلم من أن يجمع بينهما حتى يصل إلى حقيقة التوكل على الله عز وجل. وصلنا أحبتي إلى السؤال الخامس: فرق بين التوكل والتواكل. هيا أبنائي، من يستطيع منكم أن يفرق لنا بين التوكل والتواكل؟ بارك الله فيكم. إذن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، وأما التواكل فهو التوقف عن العمل وترك الأخذ بالأسباب في انتظار حصول ما يريده دون أي جهد.
السؤال السادس، عدد ثلاثا من فضائل التوكل على الله تعالى. هيا أحبتي، نعم، أن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالتوكل عليه سبحانه. وأما ثانيا فهو أن الله تعالى يكفي المتوكل من كل هم وضيق. وأما ثالثا فهو أن التوكل يستوجب حب الله تعالى. وأما سابعا، أعطي مثالا من قصص الأنبياء عليهم السلام في التوكل على الله عز وجل. نعم، عندما اجتمع الأحزاب للهجوم على المدينة المنورة خذلهم الله تعالى بتوكل رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. وأما السؤال الثامن فهو بين أثر التوكل في بناء شخصية المسلم. جزاكم الله خيرا. إذن الطمأنينة والسكينة، وأما ثانيا فهي الإيجابية والإنتاج. والآن أعزائي الطلبة، مع الجزء الثاني من المراجعة العامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية لدرس الخوف والرجاء من الله عز وجل. ويتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالأهداف التالية: أن يعرف المقصود بمفهوم الخوف والرجاء، أن يستنتج فضل الجمع بين الخوف والرجاء، وأن يبين أثر الجمع بين الخوف والرجاء على سلوك الفرد. تعالوا معي أحبتي الآن لنستذكر أهم ما جاء في درس الخوف والرجاء من معلومات. قلنا بأن حياة المسلم تدور بين عمل صالح يرجو قبوله وذنب يرجو غفرانه. فإذا عبد المسلم ربه رغبة منه فيما يرجوه من رحمته وخوفا من عقابه فقد أفلح ونجح. أما إذا ركن إلى الذنب ويأس من المغفرة أو طمع في المغفرة واستهان بالمعصية فقد هلك. ذكرنا أيضا أحبتي أن مفهوم الخوف والرجاء من الله عز وجل أن الخوف من الله هو خشية المؤمن من غضب الله تعالى وعقابه، وأخوف الناس هم أعرفهم بربهم سبحانه. وأما الرجاء فهو طمع المؤمن في رحمة الله تعالى وفضله ومغفرته، وهو من باب حسن الظن بالله تعالى في قبول طاعة وفق العبد لها أو مغفرة سيئة تاب عنها. كذلك أحبتي قلنا لقد تناولت كثيرا من الآيات والأحاديث موضوع الخوف والرجاء من الله تعالى. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. كذلك بينا أحبتي حقيقة الخوف والرجاء، وقلنا بأنه لا يجوز صرف الرجاء لغير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو، لأنها عبادة عظيمة، فمن صرفها لغيره فقد أشرك، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. كذلك أحبتي بينا أن من فضل الجمع بين الخوف والرجاء أنه يكون تربية للنفوس، فالأصلح للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يقدم الرجاء على الخوف طمعا في كرم الله عز وجل. فيجب إذن على المؤمن أن يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، يخاف شر ذنوبه ويرجو رحمة ربه. كذلك أحبتي قلنا بأن أثر الجمع بين الخوف والرجاء على سلوك الفرد أنه يدفع المسلم دائما إلى الإخلاص لله تعالى، ويمنعه من المعصية أو ترك العمل الصالح. وأخيرا أقسام الخوف من الله تعالى على قسمين: الخوف من العذاب في الآخرة، والخوف من خسارة الثواب، ومثاله خوف الصالحين من اقتراف أمور قد تحبط أعمالهم كالشرك الخفي أو الرياء. لنبدأ الآن أحبائي الطلبة
مراجعتنا من خلال فقرة الأسئلة الموضوعية في المراجعة العامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية، فهيا بنا. السؤال الأول من الأسئلة الموضوعية: طمع المؤمن في رحمة الله تعالى وفضله هو من باب العلم بالحلال والحرام أم حسن الظن بالله تعالى أم المعرفة بشؤون الحياة أم عدم امتلاك الشجاعة في الحياة؟ أي الإجابة هي الصحيحة أحبتي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن طمع المؤمن في رحمة الله تعالى وفضله هو من باب حسن الظن بالله تعالى. السؤال الثاني أحبتي من الأسئلة الموضوعية: الخوف من الله تعالى عبادة تدعو إلى البعد عن الانشغال بأسباب العيش الكريم، فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، الشعور باليأس لضعف الإنسان أمام شهوات الحياة، الشعور بالحزن لأن الإنسان معرض دائما لاقتراف المعاصي. أي الإجابة هي الصحيحة أحبتي؟ أحسنتم، إذن الخوف من الله تعالى هو عبادة تدعو إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه. السؤال الثالث أحبتي من الأسئلة الموضوعية: صرف الرجاء لغير الله تعالى يعد من الإيمان المنجي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرك المحبط للعمل، العلم الشرعي للأحكام؟ أي الإجابة هي الصحيحة أحبتي؟ بارك الله فيكم. إذن صرف الرجاء لغير الله تعالى يعد من الشرك المحبط للعمل. أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم. وصلنا إلى فقرة الأسئلة المقالية في المراجعة العامة لمجال الآداب والأخلاق الإسلامية لدرس الخوف والرجاء، فهيا بنا. السؤال الأول: عرف المقصود بالخوف والرجاء. هيا أبنائي، بارك الله فيكم. أحسنتم، إذن الخوف من الله تعالى هو خشية المؤمن من غضب الله تعالى، وأما الرجاء فهو طمع المؤمن في رحمة الله تعالى ومغفرته. وأما السؤال الثاني أحبتي فهو: علل ما يلي. لا يجوز صرف الرجاء لغير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو. هيا أحبتي شاركوني إجاباتكم. أحسنتم، ذلك لأنها عبادة عظيمة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وأما السؤال الثالث فهو: بين فضل الجمع بين الخوف والرجاء. هيا أبنائي الرائعون شاركوني إجاباتكم. جزاكم الله خيرا. إذن لقد جمعت نصوص الكتاب والسنة بين الخوف والرجاء تربية للنفوس والسير إلى الله تعالى جامعا بين الخوف والرجاء، فيكون المسلم خائفا راجيا طامعا في كرم الله تعالى وعفوه ومغفرته. وأما السؤال الرابع أحبتي فهو: للخوف والرجاء أهمية كبيرة في تقويم سلوك الفرد المسلم، بين هذه الأهمية. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن تقويم سلوك الفرد المسلم: الإخلاص لله تعالى، المنع من المعصية وترك العمل الصالح. جزاكم الله خيرا. وأخيرا السؤال الخامس: الخوف من الله تعالى على أقسام، عدد هذه الأقسام. هيا أبنائي بارك الله فيكم، ما هي أقسام الخوف من الله تعالى؟ أحسنتم، أولا الخوف من العذاب في الآخرة، وأما ثانيا الخوف من خسارة الثواب. جزاكم الله خيرا. أبناء الطلبة، تم بحمد الله تعالى الانتهاء من مراجعة مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. كل الشكر لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.